ولقد حان وقت استكشاف الانقاض جيمرز اند جنتلمان في لعبه هورايزون فوربيدن ويست. معاكم احمد بهجت من قناه فرجني وفيديو جديد والمزيد من هذه اللعبه الجميله الممتعه. وايلوي طبعا شايفين الجو الربيعي الخرافي الجميل اللي انا واقف وسطيه والالوان الزاهيه سواء الشجر والارض حاجه يعني في قمه الروعه بصراحه. يعني دلوقتي انا طبعا اشتغلت فتره كبيره بالمهام الاساسيه والفرعيه والاكتيفيتيز الثانيه وكده وتجاهلت تماما هذه الانقاض حد ما تراكمت عليا في حوالي 4 أو 5 انقاض ممكن اعملهم في هذا الفيديو. ما تنسوش اللايكات العظيمه بتاعتكم يا شباب وتشتركوا لو مش مشتركين. وهيا بينا نستأنف ونلعب. طيب دلوقتي عندنا هذا البيت، تعال ناخد دول الاول بس بسريع كده. بص مليان خيارات يا جماعه، بصوا نروح بقى نستكشف حاجات دي لان انا عملت شويه تحديات اتمنى ذلك. قعدت استكشف بعض الحاجات ورقي في الجراب وفي الاسلحه والكلام ده كله حد ما استوفيتت بالكامل كل الشردات اللي عندي. بقى عندي حوالي 100 شرده بس. طيب حسنا، ماذا لدينا هنا؟ ولدينا حاجات، في حاجات فوق هنا وفي ده، في باب اهو المفروض دي تتعلق عليه عادي. يعني يبدو ان الباب يحتاج الى مفتاح قديم، ربما هناك واحد في الانقاض. مفتاح قديم، في حاجه طبعا جوه شكلها مهم جدا، حاجتين. طيب انا في بتاع البره دي بتتجر، فانا مش عارف هجرها على ايه، انا لازم اجيبها عشان تعالوا اقعد بس بسرعه كده ادخلها جوه عشان اعرف نطلع الطرق فوقيه على الاقل بسهوله. ماشي، طيب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ خش خش. ايوه في حاجات فوق، طبعا ممكن الاقي احاول الاقي طريقه اطلع بيها في الحته دي. يعني ممكن لو تطلع من هنا مثلا، مفيش اي علامه تسلق هنا. اطلع كده. اوكي اهو، عظمه والله. طيب وصلنا الى داخل هذا المكان. ماذا يوجد بها؟ صندوق بس مفيد. ماشي، ما كانتش تدخل في العادي بس يعني دخلت لما قعدت اتشقلب. ابصوا تعملي سكان يا بت، ولا عملت لها سكان خلاص. امسك. ماشي نطلع تاني مش مشكلة. اهو انا عملت له سكان مرضيش. بيانات مفيدة، احتاج الى مفتاح قديم. رمز التصريح الاحمر مخصص لك، في رمز تقريبا هنا. كاستمر نيم، مفيش ارقام. رمز التصريح الاحمر، شوية طلاسم. انا مش فاهم ايه الطلاسم دي بصراحة. رمز تصريحك الاحمر، ماشي يبقى نشوفها دي. هات ده. لا 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 لازم اقف اجيبها بطريقه كده. ايه امسكي امسكي بقى. طب انا ايه هعملها بسرعه ولا ايه؟ طيب لما كان سخيف قوي يعني. طب تعال نزقها كده شويه. ايوه شفتوا سهله ازاي؟ ده عايز يتجر تقريبا، عايز من الناحيه الثانيه. كان ممكن اخش من الناحيه الثانيه عادي يا جماعه. طب شوف بقى ايه اللي ممكن. في حاجات اهي، تعال
ودي كمان. طبعا دي واضحة جدا زي الشمس، هناخد دي. مفيش حاجة هنا بقى نمشي؟ مفيش. حسنا، لأجد مفتاحا للباب. أنت مفتاح؟ لا. في حاجة هنا، المفتاح اهو. تعال نكسر دي الأول بس عشان ايه؟ لا يمكنني سحبه. عظيم. ده بقى ممكن نطلع بيه هنا صح؟ في ايه في الحفرة تحت يا جماعة؟ فيها حاجة؟ مزيد من الأنقاض هنا. ده البوديوم المفروض. أو البيزمنت. ده دمار شامل يا جماعة، تخيلوا الدمار وصل للبيزمنت ودمره بالمنظر ده. الواحد بيخاف على مستقبلنا يا جماعة والله. في حاجة تحت هنا يا جماعة. أوه. ده عام بناء يمكن تحريكها بالخطاف، ده المفروض نزلها من تحت دي، اوكي ما شفتهاش انا دي. هي دي. نعم، في ايه بقى؟ هتفرق معايا في ايه؟ ايوه. ضوء اكبر بالاسفل. طيب، عملنا ضوء بس كده يعني؟ هو يهبط. طيب انا كده استفدت ايه؟ نجرب كده نغير مكانه. طيب اوكي، فاهم واضح في حاجه بتتعلق هنا. إلى أين يؤدي هذا؟ اطلعي بقى. يلا. ماشي. المفتاح. مفتاح قديم. طيب يلا بينا بقى نذهب على طول. يلا بينا لنرى ان كان مناسبا. اكيد مناسبا يعني. هكذا. يحتاج الى رمز ايضا. اظن البيانات التي اخذتها قد تساعدني. اذا ده ارقام. انا خدتها فين البيانات دي بقى؟ في الدفتر. نقاط بيانات. دي صوتية. مهام، مهام جانبية، بيانات نصية في العالم، رموز مفتوحة، عقود خردة، مركز بيانات نصية، متحف، أنقاض أثرية. هو ده واحد من دول. مفتاح شخصية مهمة، التصحيح الأحمر. أنا ازاي مشفتهاش دي؟ 17.05 يا جماعة. يلا مزيكا يا جماعة، مزيكا. فين خمسة ايه؟ دخلت. دن. قطعة أثرية أخرى سأحتفظ بها حاليا.
سأستفيد منها. نقاط مهارة، عظيم. خلاص خلصنا البيت ده يا جماعة، نروح بقى على البيت اللي بعده. طبعا اللي ما يعرفش المنطقة دي، المنطقة الأولانية بدأت منها اللعبة يا جماعة، أول منطقة خالص. في عندي تلاتة، تعال ناخد دي مثلا ونذهب وأشوفكم فين مكانها في الخريطة بقى. أوه جريت، طيب أشوفكم يا شباب هناك. غالبا هذا البيت. العالم القديم، لألقي نظرة من الداخل وأرى ما سأجد. نلقي نظر من الداخل ونشوف هنلاقي ايه. طبعا ده اسمه أنقاض العالم القديم، الأمر الجامح أو الجامح. في صندوق العادة. الآن ماذا يفعلون هنا؟ اوكي، ده فيه في ظهره واحد، ده من هنا ولا من ظهره؟ فائدة من محاولة. اوكي، ده لازم اكسره من ظهره غالبا. باب مغلق تاني، يحتاج مفتاحا قديما. ماشي، ضروري مفتاح، مفتاح قديم ضروري. طيب نطلع منين بقى؟ المكان ده ممكن نلقط فيه ولا لا؟ ده عالي جدا، it's too high. لن أدع البرد يشتتني. ده ممكن يتفتح برضو بس من الناحية التانية من هنا. هتيجي؟ عظيم، حلوة دي. غرابي بقى، هنلاقي ايه؟ اوكي، ده غالبا يعني دي عشان ادخل الصندوق هنا. ينفع ناخد الصندوق ده نسحبه برضو؟ عظيم. طيب دي اوديها فين بقى؟ بتسحب، عظيم. يلا بعدين بقى، وبعدين ممكن نطلع هنا. اوكي، قطعة أثرية، كيف أخذها؟ مفتاح قديم بالداخل أيضا. حلو، خلاص يا ريت. ايه اللي جوه؟ بس أنا عايز أعرف بقى أخش ازاي. لازم نجيب بتاع هنا، نجيب احد المربعات، بس مربع ما بيجيش هنا. ايوه من هنا. دي اعلى نقطة. ممكن بقى نروح، ممكن نروح هنا. جرب كده. ايوه، هي تقريبا ممكن تيجي، تقريبا بتهيألي. يلا والله نفعت اهي، نفعت اهي الحمد لله، عظيم. يلا بقى هات دول. والصندوق ده بقى ينزل تحت.
انا كده استفدت ايه؟ بعدي صندوق في نفس المكان. ماشي، استفدنا ايه؟ اوه، اكتشاف ده يا جماعة. ممكن نجيب الصندوق ده جوه هنا اصلا. نطلع على دي كده. حسنا، انتهى امر الطريق السهل. كيف اصل الى الحافة الان؟ ازاي بقى؟ فعلا. ممكن انا كنت فاكر الموضوع يعني خلاص انتهى يعني. ممكن لو جربت اجيب ده فوقيه طيب يتعدل؟ انا غالبا اجيبهم فوق بعض الاثنين، احركهم الاثنين كده. ايوه اظبط بقى، قادر بقى. طيب نفلت ده، نزق ده عدل. ايوه ده حوار غريب جدا يا جماعه بصراحه. ايوه نجيب ده جوه، نحط ده فوق ده كده بالراحه بالراحه بس كده. الله عليك يا بنت والله، اوعى تتكسر انت بقى. الله عليك يا بنت والله، ما تسيبي بقى. فين بقى بتاع اللي المفروض اخدها؟ هي مش فوق، مفيش حاجه فوق. ما هي البيض ده، عايزين ناخد البيض ده، بيض الاورجانيك. استنى نطلع من هنا كده. بتهيألي انا كده وصلت للمفتاح، مفتاح يدخلني. طب تعالى ننزل، طب نشوف دلوقتي كده كده عرفت ازاي اطلع. هو الباب كان فين يا جماعة؟ كان هنا صح؟ أستطيع فتح هذا الباب. اوعى بقى تكون في كود. نجح ذلك. الحمد لله مفيش اكواد. هبقى دي فعلا ماذا الهند. عايز اطلع لفوق دي برضو. اجيب الصندوقين هنا بس كده. مش فاكر الموضوع خلص، طلع ما خلص. امسك يا بنت الصندوق، زق هناك بقى كده. ايوه اطلعي من هنا، هاتي ده بس. الله عليك يا بنت والله. نفلت الصندوق، يلا بينا. وصلنا للبيض يا جماعة، مبروك يا جماعة. قطعة أثرية أخرى، سأفكر فيما أفعل به لاحقا. المزيكا يا جماعة اشتدت وعليت، صوت روبوتات بان. طيب
شردات معدنية. طب أنا عايز شوية شردات معدنية يا جماعة، أسهم قذيفة نهش القذائف. طيب نروح فين بقى المكان اللي بعده؟ فين بقى نروح نشوف المهام؟ هنروح على فين؟ أنقاض أثرية. أنا عندي الرمال الساكنة وعندي الساحل الطويل. خلينا نشوف الرمال الساكنة الأول مكانها فين. أهي أنا كنت عديت عليها مرة وأنا في ميشن. خلينا نروح نشوف هناك، أشوفك يا جماعة شباب هناك على طول. هذه الأنقاض متماسكة أكثر من البعض الآخر هنا. قد تكون تلك التي أخبرني عنها حفار أسرا. قد يستحق إلقاء نظرة. يلا بقى بينا ايه نلقي نظرة. احنا خلاص وصلنا اهو. في نقطة اهي، قفاز تشريح القاطع شظية حجارة خضراء، ممكن اخدها من جوه دي غالبا. اوكي ندخل منين بقى؟ في حد ورايا تقريبا، انا سامع صوت. في روبوتس ماليش دعوة بيها ولا كانهم موجودين. طيب ندخل منين بقى؟ في دي يمكن تسلق عليها تتكسر. اوكي لا 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 امسك عدل بقى. طبعا قطع هنقطع دي. ايوه انا كان ممكن اطلع من هنا صح يا جماعه. طب نطلع نبدا من فوق. طيب في مجال نطلع هنا؟ في اكيد في. بدوس اكسات فوق مش راضي يطلع مش عارف ليه، بس يعني طب تعال نجرب المكان ده يا جماعه. لكن ممكن اجي من هنا عادي جدا تقريبا يعني. في حاجات تحت اهي. اوه ممكن ادخل من هنا. عظيم بتاع هناك اهو، شكله كأنه معبد قديم ولا حاجة. مية جوه الصحراء هنا. هذا منعش بعد التجول في الصحراء بالخارج. منعش ايه بس؟ ممكن تبقى مية وسخة غالبا. مية وسخة يعني. مفتاح يحتاج إلى مفتاح قديم. مفتاح قديم لو جديد ما ينفعش، لازم قديم. بتاع الخضرة ايه؟ نطلع ناخدها. كانت من ورا المكان والله يا جماعة. دي فيها باسورد أكيد يعني. ممكن نتسلق على حاجة من دول. في سلم اهو يا جماعة. انهيار غريب مش هينفع اطلع من هنا. طبعا هنا مفيش مربعات او مكعبات اطلع عليها. طب نجرب الحتة اللي في النص ايه ده. كان اسكليتور زمان، سلم كهرباء يا جماعة. بصوا بصوا مع التراب والهري بس بص حصل له ايه. ده في حاجه تتفتح اهي. هناك صف للماء خلف الفتحه في الجدار. اطلع منين؟ مش هتجيبني دي، عالية جدا مش هتطولها يعني، قصدي مش هتطولها. طب من هنا؟ طيب من الخرم ده من هنا ما ينفعش. التكستر بتاعت المكان يا جماعة، بصوا الصدى على الحديد، حديد مصدي كده وبتاع، حاجة رائعة بصراحة يعني.
البرزنتيشن يعني انا احيي صناع اللعبه بصراحه على البرزنتيشن الروعه يعني. اوه مان. طب انا ايه فايده دي بقى؟ انا فتحتها ومش عارف اطلع لها. غالبا لازم اجيب حاجه تقدر توصلني فوق غالبا يعني. سأهبط بسهوله. ممكن اوصل لدي صح؟ ما شاء الله. القفز مش هيوصل، هو القفز وصلني لغايه هنا اخره. اه في مربع اهو، اهو ده هنحتاجه عشان بتاع اللي تحت. طبعا هو ملوش اي حركه غير هو يقع تحت. قد يفيد الصندوق. هيفيد ان شاء الله الصندوق. فين الفتحه اللي احنا لقيناها يا جماعه؟ هي دي. ماشي يعني هعمل نفسي كاني ما خدتش بالي. نصرف الميه ولا نزود الميه؟ المفروض نزود الميه ولا نقللها؟ ايه الفايده طيب؟ نسده. ده ارتفع بسرعة جدا. طيب نستنى بقى لحد ما ودينا فوق. ودينا الدور التاني بكل سهولة يا جماعة. مفتاح اهو. مفتاح قديم. ده هيقول ايه بقى؟ اعلان تلف بيانات جزئي. كم مره يقال لنا الا تظهر عاطفنا في البوب؟ يعني يعرض لنا كندليك اوستن مش عارف خبير العاب البوكر. اهزم الذكاء الصناعي بالملهى في 5 خطوات غير منطقيه. متاحه الان لكل القراء مجسات بسبب ايه ده؟ مفيش ارقام يا جماعه. ده كان اسانسير زمان وكان شكله حلو برضو. فهنفتح الباب وخلاص. انا خدت المفتاح. حسنا دخلت. ممتاز. اذا بس كده كل دي عشان خاطر الصندوق. اوكي هنستعمل الصندوق ازاي بقى؟ هنعوم بيه يعني؟ هو بيعوم؟ سأرى ما سأفعله بهذا. يعني هو طبعا هعوم بيه فعلا. ما ينفعش يمشي هنا صح؟ ما ينفعش طبعا يمشي هنا. هو ده مش طريق غير هنا اصلا. دي مقفوله اهي. انه يعوم. والله كويس كويس جدا. نروح بيه بقى هناك. نروح نسحب الصندوق في الاوضه الثانيه. افتكروا نجرب كده. نخشره منين؟ من تحت. تفتكروا؟ ممكن والله. تعال نجرب كده. من هنا؟ ينفع؟ ينفع والله يا رب. ايوه.
طلعوا بره بعد كده ايه نخليهم هما الاثنين هنا. حلو. تعال نجرب نسحب ده كده. ايوه جبته عندي زي الفل. فاضل بقى دي. انا عايز اجيبهم هنا. نجيب واحد هنا كده. كانت شعلة على دي. هي دي ممكن توصلها. وكان الارتفاع كان فين يا جماعة؟ الارتفاع كان كده. لا صدقها ممكن يوصلها. نروح نسد واحد نجيب بقى التاني ده. انا متهيألي التاني ده مش لازمة خالص. متهيألي. تعال نجيبه. ونرجع نسد بيه تاني فتح. سد فتح. يلا. انت بدأت ليه؟ اطلعي بقى. ايوه. ايوه والان اقترب. هو حاجه تتكسب. هو حاجه تتكسب. ها نحن ذا. فاينلي اخذت القطعه الاثريه. ساحتفظ بهذا الان وارى ما زي الفل. نخرج بقى ونشوف اللي فضل لنا بقى يا جماعه. احنا عندنا واحده بس فاضله دلوقتي. اللي هي دي المهام. فين المهام اهي؟ انقاض اثريه دي. واشوفكم بقى يا شباب على طول. في مكان في الخريطه فين بس بسرعه كده. هي دي. اشوفكم بقى على طول يا شباب هناك. انقاض عالم قديم. انها التي اخبرني عنها تيناك. اتساءل عما بداخلها. هي دي. فلننطلق على بركة الله. حسنا، لألقي نظرة بالأرجاء. أشعر أن أصابعي تجمدت من البرد. مش باين أوي إنك بردانة، الجو مش برد أوي. إيه الشيء ده؟ روح فتحة التهوية. أظن أن هذا مصعد. طبعا مش هوصل له كده. فلازم أجيب حاجة أوصل له بيها. جهاز من نوع ما هنا. يحتاج إلى الطاقة. محتاج بطارية. الليفيتور غير متاح. ممكن اتعلق هنا صح؟ بعدين روحي كده. هات ده. في صوت حاجة هنا يا جماعة. وفي علاقات فوق كمان اهي. طب تعال روح لدي. هي كانت بتقول حاجة البنت بس انا ايه كتمتها.
ايه الشيء ده؟ مش ده اللي نزلني تحت اللي فتحته من شويه؟ هو ولا مش هو؟ شكله كأنه هو يعني. اهو انا كده خرجت بره صح؟ في حاجة فوق اهي. اهي. في بوكس تقريبا جوه هنا برضو. مفيش طريقة اطلع بيها اكتر من كده. يلا هاتي بقى. ممكن نروح هناك ينفع ولا دي فيها عوارض؟ طيب دي عوارض دي يا جماعه. لو اقدر اتسلق بشكل ما ممكن ننزل. طيب دلوقتي طب نسحب الناحية التانية. طيب بس كده ممكن اعمل كده عادي يعني. شفتوا سهلة ازاي يا جماعة؟ اوه المفتاح يتحكم في تلك الاضواء القديمة على المزرعة. اوكي المفروض اسحب واتعلق ونط على كده. يلا كانت فوق هنا. تعال نجرب تاني. انا كنت بطيء جدا بصراحة. مش دول بيمسكوا برضو؟ عشان مسكتش في الاول يعني. يلا يلا هدي. افتح لي الناحية التانية بس. طب انا كأحمد استفدت ايه دلوقتي؟ ممكن اسحب من هنا البتاع مثلا. اوكي راح فين راح فين. اها صندوق هنا جبناه. صندوق اهو. تعالى يا باشا. طيب عملنا الصندوق دلوقتي. طيب احنا كده جبنا المربع الصندوق. انا مسميه مربع ليه معرفش. هو مربع برضو يعني او مكعب بمعنى صح. المفروض بقى نوصل بيه هنا. صح كده؟ ها نحن ذا. ده وقع في الميه. اسحبه بقى بره الميه. نجرب كده. نوديه فين بقى؟ لسه في طاقة وحاجات.
نوديه هنا يمكن. هنجيب بطارية منين طيب؟ اوه بطارية اهي. اوكي. بسرعة بقى بسرعة بسرعة. بسرعة يا لوي. هكذا عادت الطاقة زي الفل. اللي قلت بقى نستعمله. يعمل. معقولة اللي قلت ده شغال معقولة؟ طلعني فين بقى؟ اطلع عليها صح؟ طب ايه فايدة بقى المكعب اللي هناك؟ او الصندوق؟ قطعة اثرية داخل البرج، لكن كيف اصل الى هناك؟ حسنا، الى اين الان؟ فعلا الى اين الان؟ نطلع منين؟ ممكن ناخد دي؟ يجعل هذا سهلا. اطلعي هنا اطلعي هنا. في فايدة أكيد من هنا يا جماعة. على البرج موقع جيد لرؤية الأنقاض بأكملها. هو المفروض المكان أصدار مكانها فيه ده هو أعلى برج نفسه صح؟ طب أنا هستفيد إيه؟ يعني هي ليه الأماكن دي بتعلم عليها كده؟ لو رحت كده مثلا مسكت فيها أهو. اه اوكي دي فيها مسبح معدني بس برضه من جوه. انزلق. ايوه هو ده. الحواف اعلى الجدار لكن لن اصل اليها من هنا. هل استطيع الانزلاق الى الشرفة من البرج؟ الانزلاق من الشرفة الى البرج. ازاي ننزلق من الشرفة للبرج؟ انا عايز اطلع هنا يا جماعة. مفيش حل غير انا احط الصندوق على الاليفيتور من تحت. هنجرب كده. نجرب نحط المكعب فوق الاليفيتور ونطلع بيه. المكعب ده انا مش عارف فايدته ايه ده. من هنا. نشوف فين بقى نشده. المفروض ننزله تحت. ينفع ننزله تحت زيادة كمان؟ اوكي لا ينفع ينفع. هنعمل حركة لطيفة كده. استنوا يا جماعة تعالوا. يجب ان اتراجع. دلوقتي عرفت فايدة البوكس يا جماعة. ان شاء الله عرفنا فايدته. هتمسكي ايه؟ اهو ماشي.
يلا. بس ننزل بيه بقى يا معلم، ننزل بالاليفيتور تاني، ننزله تحت ونحط البوكس فوق. لفة يعني بنت لذينة. ايوه نطلع بقى المره الاخيره ان شاء الله. اطلع يا لوي، اطلع يا حبيبتي. انت بترقصي ولا ايه؟ من هنا نروح على دي. دي يا جماعه ايه؟ ليه ليه؟ اطلع بقى فوق دي. ايوه بس، ونعمل كده ونطلع على دي عادي بقى. ايه رايكم؟ شفتوا سهله ازاي يا جماعه؟ يا الله ده انا عدت كتير. شلل قطعه اخرى. قلوب احتفظ بهذا الان وارى ما سافعل به. نقاط مهاره تمام زي الفل زي الفل كده يا جماعه. المزيكا اشتغلت والدنيا بقت حلوه. وصلت مستوى 35 وخلصنا دي كمان. تعال نفتح دي بسرعه كده. طب يا جماعه انا شايف ان احنا كده نكون وصلنا لنهايه المقطع. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلول الالغاز ديت يعني، واستمتعتوا بالمشاهده كمان. كان معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان، واشوفكم الفيديو اللي جاي والمشهد اللي جايه، ومع السلامه.